مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يوم الغد بحول الله، مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب تحسن في حالة الطقس نحو المناطق الغربية. المناطق الوسطى تبقى تشهد أجواء متقلبة مرفوقة بزخات من الأمطار الرعدية، تكون محلية نحو المناطق الساحلية. أما المناطق الشرقية تبقى دائما تشهد زخات من الأمطار الرعدية مرفوقة أيضا بهبوب لرياح قوية نحو السواحل الشرقية. منطقة الواحات خلال هذه الليلة بإذن الله ستشهد زخات من الأمطار الرعدية معتبرة محليا، تقل حدة خلال يوم الغد بإذن الله، دائما مع هبوب رياح قوية نحو منطقة الواحات شمال الصحراء إلى غاية الصحراء الوسطى، ستجعل الكثير من الزوابع الرملية. أجواء مغشاة جزئيا بشمال الصحراء إلى غاية الجنوب الغربي، وخلايا رعدية منعزلة بأقصى الجنوب إلى غاية منطقتي الهوغار والتاسيلي. الحرارة خلال ليلة اليوم تتراوح ما بين 4 إلى 9 درجات بالمناطق الداخلية، 11 إلى 12 بالسواحل، 15 درجة بشمال الصحراء والصوراي، 22 درجة بتمن راس، لن تتعدى 20 درجة بتندوف بأدرار إلى غاية إن سالح، بينما ترتفع إلى 31 درجة بأقصى الجنوب. عن الحرارة القصوى خلال ظهيرة الغد تبقى تعرف تراجع، تكون دون المعدل الفصلي، لن تتعدى 16 بقسنطينة باتنا خنشلة، 20 درجة بالطرف إلى غاية جيجل، 23 درجة من العاصمة نحو وهران، 19 بالجلفة والبيض. جنوبا ما بين 27 إلى 29 درجة بكل شمال الصحراء إلى غاية الجنوب الشرقي، تصل إلى 33 درجة بأدرار وتمن راس، 38 درجة بجانات، وترتفع إلى 42 درجة بأقصى الجنوب. أما فيما يخص البحر، خلال يوم الغد سيكون قليل الاضطراب إلى مضطرب نحو السواحل الشرقية، هنا الرياح ستكون قوية نسبيا تصل إلى 50 كيلومتر في الساعة. الرياح ستأتينا من غربية إلى شمالية غربية، عدا بالسواحل الغربية ستدور إلى جنوبية غربية. بالنسبة ليوم الثلاثاء، المناطق الشمالية الغربية تبقى تشهد أجواء مستقرة، أجواء متقلبة نحو السواحل الوسطى مرفوقة بزخات من الأمطار الرعدية المحلية خاصة بسواحل الوسطى الشرقية. أما بسواحل الشرقية تبقى أمطار رعدية محلية أيضا تخصها، قد تكون أكثر استمرارية مع هبوب رياح قوية نسبيا، رعود منعزلة ستميز الهضاب الوسطى ومنطقة الأوراس. المناطق الجنوبية ستشهد أجواء مستقرة عدا بالجنوب الغربي، خلايا رعدية ستنشط تكون مرفوقة بأمطار رعدية محلية بتندوف ثم تنتقل إلى منطقة الثورة. يوم الأربعاء بإذن الله اضطراب جوي آخر سيشمل كل المناطق الشمالية، وعليها الأمطار الرعدية ستكون حاضرة. الأمطار ستكون أكثر استمرارية نحو الهضاب الغربية مرفوقة بهبوب رياح قوية نسبية نحو كل المناطق الغربية إلى غاية الهضاب الوسطى والشرقية. رياح قوية أيضا بأغلب المناطق الجنوبية ستجعل أو ستتسبب بتطاير الرمال بكثرة. خلايا رعدية تكون مرفوقة بأمطار نحو منطقة الثورة وشمال الصحراء، تحسن تدريجي في حالة الطقس نحو منطقة تندوف مع هبوب رياح قوية. خلال يوم الخميس نفس الوضعية الجوية مقارنة بيوم الأربعاء، الأمطار ستبقى حاضرة محليا تحت وقع الرعود، ودرجة الحرارة تبقى منخفضة. عن وقت شروق الشمس لصبيحة الغد على مستوى العاصمة سيكون في حدود الساعة 5 صباحا و41 دقيقة، والغروب على الساعة 7 مساء و47 دقيقة. مشاهدينا أشكركم على حسن المتابعة ودمتم بألف خير.